السلام عليكم، معكم أحمد في التحليل الأسبوعي للسوق السعودي من يوم 3 نوفمبر حتى يوم 7 نوفمبر. إن شاء الله يكون أسبوع موفق عليكم جميعا بإذن الله. هنبتدي أول حاجة بالمؤشر العام. المؤشر العام طبعا خلال تداولات الأسبوع الماضي شفنا استقرار للأسعار أسفل مستويات ال 12094، وكنا اتكلمنا إن المستويات دي تمثل نقطة مقاومة قوية، ولازم عشان المؤشر يستمر في الصعود لازم نشوف اختراق لل 12094 وإغلاق عليها، لكن للأسف ما قدرش يعمل كده واغلق زي ما قلنا اسفل المقاومه، فممكن كده ينزل تاني لمنطقه الطلب اللي احنا رسمينها بقى لنا فتره، اللي هي ما بين ال 11760 لل 11955، ومنها يرجع تاني للصعود. زي ما قلت قبل كده لازم اغلاق اعلى ال 12094، اغلاق شمعه يوم كامله اسفل المستوى ده عشان نستمر في الصعود لحد ال 12234 لل 12313. في الحالة الثانية لو كسر ال 12760 واغلق اسفلها، المؤشر ممكن يكمل هبوط لحد ال 11443 لل 11579. ده بالنسبة للمؤشر العام. خلينا نشوف اهم الاسهم معانا. سهم معادن طبعا الحمد لله حقق كل الاهداف من النقطة اللي احنا اشرنا ليها منها للشراء من تحت من هنا، الحمد لله وصل لكل الاهداف. حاليا ممكن نشوف تصحيح على سهم معادن، التصحيح ده قد يمتد لمستويات ال 54 ومنها يرجع تاني للصعود، ولو اخترق ال 57 40 واغلق عليها نتطلع لقمه جديده على سهم معادن. ننتقل للسهم التالي معانا، سهم باتك. سهم باتك برضو الحمد لله كنا اشرنا ان هو للشراء خلال الاسبوع الماضي، والسهم بالفعل صعد معانا يوم الخميس حوالي 3% اهو 2.5% تقريبا. انا متوقع استمرار الصعود بعد الاغلاق الاسبوعي بتاعه، الاغلاق الاسبوعي اغلاق ممتاز جدا، شمعة ابتلاع شرائي قوية. انا متوقع ان شاء الله ان سهم باتك يستمر في الصعود ويستهدف القمة اللي عملها هنا عند مستويات تقريبا ال4 ريال و16 هللة. ننتقل لسهم الجبس. سهم الجبس برضو مازال ماشي معانا في نموذج المثلث المتماثل، وهو عند الحد السفلي للنموذج. لسه ما فيش اي جديد عليه، الاشارات كلها اشارات كويسة، وبالنسبة لي يعني هو مش هابط الى ان يتم كسر ال 21.70. لو كسر ال 21.70 واغلق اسفلها ساعتها سهم الجبس اخرج منه، لان ساعتها ممكن يكمل التراجع. التراجع ده بتاعنا قد يمتد لمستويات ال 20 ريال او 19.90 كمان، لكن ما دام داخل هذا النموذج ممكن يرجع تاني لل 23.48 وبعدها مستويات ال 25.20 باذن الله. ننتقل لسهم زجاج. سهم زجاج صعد معانا من منطقه الطلب اللي اشرنا ليها، جاب الهدف بتاعنا اللي هو عند ال 56.70 عشان يستمر في الصعود تاني او نكمل معاه لازم يخترق ال 56.70 ويغلق عليها، ساعتها نستهدف قمه جديده على سهم زجاج باذن الله. ننتقل للعمران. العمران لسه برضه في نفس النطاق، بس بالنسبه لي طالما هو ما كسرش ال 39.75 واغلق اسفلها فهو ايجابي، وهيستهدف ال 43.20 ثم ال 46.30 باذن الله. ننتقل لسناد القبضه. سناد القبضه برضه مازال السهم اعلى نقطه الدعم عند ال 13.96، وما دام السهم اعلى نقطه الدعم دي وما تمش كسرها فانا متوقع ان سناد القبضه ليه اهداف لحد ال 14.96 ثم ال 15.52 واخيرا ال 16.10. في حاله كسر ال 13.96 ممكن ينزل للمنطقه اللي بعدها اللي ما بين ال 13.14 لل 13.52. ننتقل لسهم الاسماك. سهم الاسماك طبعا اتكلمنا وقلنا ان هو لسه ليه هبوط، المفروض اول منطقه طلب هيقابلها السهم عند مستويات ال 23.20 لل 23.88، وممكن برضو يعني نستعدل المنطقة من ال 23.20 ل 24.38. السهم المفروض وصل للمنطقة حاليا، بس حتى الآن لسه ما فيش أي إشارة إنعكاسية واضحة للدخول شراء على السهم. لو ظهر إشارة إنعكاسية كويسة من المنطقة دي هتكون فرصة شرائية ممتازة على سهم الأسماك، عندنا أهداف تصل لحد ال 31.70. في حالة كسر ال 23.20 والإغلاق أسفلها يلغى التوقع بالصعود، لأن ساعتها ممكن نشوف تراجع لسهم الأسماك قد يصل ل 19.75. ننتقل لسهم علم. سهم علم حاليا عند منطقة طلب، الإغلاق الأسبوعي بتاعه نبص عليه أتوقع يكون إغلاق إيجابي. هو إغلاق إيجابي بس للأسف مش شمعة إنعكاسية، هي شمعة حيرة
اللي هي الدوجي. انا هنتظر شمعة تأكيدية اخرى على فريم اليوم تكون شمعة قوية، برايس اكشن قوي من المنطقة دي، ساعتها تكون فرصة ممتازة على السهم ان شاء الله. عندنا اهداف لحد مستويات ال 1192، وقبلها طبعا عندنا مستوى المقاومة اللي عند مستويات ال 1125. يبقى انا لو ظهر من عندي برايس اكشن من هنا هيكون عندي اهداف، كمان عندنا نقطة مقاومة هنا، فالهدف الاول هيكون 1085، هدف ثاني 1125، هدف ثالث 1192. ننتقل لجبل عمر. جبل عمر للاسف كسر نقطة دعم قوية، كانت نقطة الدعم هنا كده اهو التريبل بوتوم، تمام. المفروض ان هو عنده نقطة دعم تانية عند ال 21.92، فبالنسبة لي انا مستمر في السهم. ما دام ما كسرش ال 21.92 انا هفضل مستمر في السهم. اخرج من السهم امتى؟ في حالة كسر ال 21.92 والاغلاق اسفلها. لو ما كسرش يبقى السهم لسه ليه صعود ان شاء الله، والصعود ده هيستهدف معانا ال 27.20، وقبلها عندنا مستوى ال 26.25، وقبل مستوى ال 26.25 عندنا مستوى ال 25 ريال و5 هلالات ان شاء الله. ننتقل للمنجم، والمنجم حتى الان محقق معانا مكسب كويس، وصل عند ال 116 من منطقة الطلب اللي هي 108 لل 112.80. انا متوقع بعد الاغلاق اليومي للمنجم يوم الخميس، سمعت ابتلاع شرائي قوية، عمل ابتلاع لثلاث ايام، يوم الاربع والثلاث والاثنين، فده بيدل ان في مشتري قوي هنا وبيدعم الصعود للسهم ان شاء الله. السهم هيستهدف كام؟ السهم هيستهدف المقاومة دي عند ال 118، اختراق ال 118 هيكون عندنا اهداف لحد ال 128.20. ننتقل لدالة الصحية. الدالة الصحية لسه لا جديد يذكر عليها، ما زلنا منتظرين اختراق ال 169.40، لو اختراقها هيكون عندنا اهداف لحد ال 194. النايفات صعد معانا زي ما كنا متوقعين من منطقة الطلب اللي ما بين ال 1370 لل 1390، ووقف عند المقاومة اللي عند ال 1488. هنتظر اختراق ال 1488 والاغلاق اعلاها عشان اكمل معاه لحد ال 1554 لل 1632 باذن الله. الصقر للتأمين لا جديد يذكر عليه، خلينا نشوف اكوا باور. اكوا باور صعد معانا الحمد لله بقوة، وصل ل 468 الهدف الاول اللي حددناه، المفروض لو اخترق ال 468 هيكون عندنا ال 493 ثم ال 500 ريال. تيمانول طبعا صعد معانا برضو صعود قوي جدا خلال الفترة الماضية، ولكن رجع تاني للتصحيح بعد الصعود القوي اللي حصل والفوليوم العالي اللي هنا، كان طبيعي ان هو يصحح شوية. السهم مكون معايا انا ترند صاعد ومنطقة طلب، كنا شايفين طبعا دي كانت تمثل منطقة بيع، منطقة عرض، كان يطلع ينزل يطلع ينزل يطلع ينزل تاني، فبعد ما اخترقها كان طبيعي ان هو لازم ينزل يعمل اعادة اختبار. فانا بالنسبة لي حاليا هو بيعمل اعادة اختبار للمنطقة دي اللي هي تحولت حاليا لمنطقة طلب، لو ظهر منها اي برايس اكشن قوي من هنا هتكون فرصة قوية على سهم كيمانول للشراء. هنستهدف القمة اللي عملها هنا عند مستويات ال 18.48، وفي حالة اختراق ال 18.48 هيكون عندنا اهداف اعلى تصل لحد ال 20.98. عندنا ينساب برضو نفس الكلام، السهم واقف دلوقتي او واقف عند منطقة طلب قوية ما بين ال 39 لل 39.65، لسه ما اديناش اي اشارة انعكاسية من المنطقة دي، لو ظهر اي اشارة من هنا ممكن ينزل كمان يرتكز على الترند، هتكون فرصة كويسة على سهم ينساب ان شاء الله، ونستهدف من خلالها مستوى ال 43 مرة اخرى. ننتقل لأسترا الصناعية. أسترا الصناعية السهم ماشي في نموذج مثلث صاعد، لو اخترق مستوى ال 180.20 واغلق اعلاه هتكون فرصة لاستهداف ال 193.80 باذن الله، لكن لو ما اخترقش ال 180.20 وبدأ يدينا اشارات بيعية من هنا ممكن يرجع تاني لحد ال 169.80، المنطقة دي اخر منطقة طلب اتكونت 169.80 لحد ال 100 لحد ال 165، دي المنطقة اللي ممكن ينزل ليها مرة تاني. ننتقل لمهارة. مهارة برضو ماشي معانا في نموذج مثلث صاعد، منتظرين اختراق ال 7 ريال و70 هللة،
لو اخترق هيكون عندنا صعود قوي جدا، ممكن يستهدف 8.35 وممكن نصل كمان لحد 10 ريال، لان احنا بنقيس المسافة في نموذج المثلث، بنقيس المسافة ما بين اقل قاع لاعلى قمة، ودي بتكون يعني بناخد منها حوالي 75% من الهدف. يعني هنا دي اقل قاع وهنا اعلى قمة، يعني احنا بنتكلم في حوالي 2.5 ريال او 2 ريال بالظبط، فاحنا بنتكلم في 9 ريال وممكن اكتر كمان، 9.5 ان شاء الله. لو اخترق 8.35 يجيب 9، ولو اخترق 9 عندنا لحد 9.50. ننتقل ل ام اي اس، سهم ام اي اس. السهم اخترق معانا نقطة مقاومة قوية عند ال 187.40، شايفين نقطة المقاومة دي، كان حاول يخترقها هنا، او حاول لما طلع لها هنا شايفين نزل بقوة ازاي، بعد كده طلع اخترق، نزل عمل اعادة اختبار، صعد للحد ال 206، بعد كده نزل تاني بقوة، ما ارتكزش حتى، لا هو نزل وكسرها على طول، وبعدين طلع تاني يعمل اعادة اختبار ونزل، هنا اخترق بفوليوم عالي كويس. فانا متوقع بعد الاختراق ده ممكن ينزل يعمل اعادة اختبار لل 187، هو قفل عند ال 188، فممكن ينزل يعمل اعادة اختبار لل 187.40، لو فضل ثابت عليها هنشوف قريب جدا مستوى ال 206 باذن الله. ننتقل لاعمار، سهم اعمار وقف معانا دلوقتي عند منطقة طلب، بدأ يدينا اشارات انعكاسية كويسة، الاغلاق الاسبوعي بتاعه مش افضل حاجة، يعني شمعة مش افضل حاجة، ولكن الاتجاه العام بتاعي اتجاه صاعد، فانا شايف ظهور شمعة الابتلاع الشرائي القوية دي على الفريم اليومي ليها دلالة قوية ان احنا ممكن نشوف سهم اعمار لل 8.99 ريال مرة اخرى، وبعديها ال 9.37، وان شاء الله ممكن نشوف كمان مستوى ال 9.53. ننتقل للبحر الاحمر، البحر الاحمر برضو اخترق معانا نقطة مقاومة قوية، اصبحت نقطة دعم حاليا عند ال 74.50، هينزل يعمل لها اعادة اختبار، لو فضل ثابت عليها عندنا اهداف لحد ال 93.70، لو كسر ال 54 ال 74.50 واغلق اسفلها ممكن نرجع تاني لمنطقة الطلب اللي ما بين ال 57.30 لل 64.70. اخر سهم معايا دار الاركان، دار الاركان اتجاهه صاعد وبقوة، انا شايف ان هو في احتمالية قوية جدا ان هو يستكمل الصعود لحد ال 17.34، ولو اخترق هنروح لل 19.48. ممكن لو نزل لو بدأ ينزل مع بداية الاسبوع بعد الفوليوم العالي دايما بيحصل تصحيح، فالتصحيح ممكن يمتد لحد ال 16 ريال و8 هلالات، وينزل يختبر المنطقة دي اللي هي المقاومة اللي اخترقها هنا اهي، كانت مقاومة قوية او منطقة عرض قوية ما بين ال 15.48 لل 16 ريال و8 هلالات، ممكن ينزل يعمل اعادة اختبار للمنطقة دي ويطلع تاني لحد 19.48، ده في حالة ان هو فضل مستقر اعلى المنطقة. وده كان التحليل الاسبوعي للسوق السعودي، اتمنى اكون افدتكم، ولو عندكم اي استفسار تقدر تسيب كومنت اسفل الفيديو. شكرا لكم والسلام عليكم.